تعرف على أطول وأسرع وأقوى الطائرات العالمية. تتميز الطائرات بقوتها وسرعتها، ولكن في هذا الفيديو نعرض لكم الطائرات الأطول والأسرع في العالم والمجهزة بجميع أنواع التقنيات التكنولوجية. طائرة ستراتوفورتريس بوينغ B-52 هي طائرة أمريكية طويلة المدى تبلغ سرعتها سرعة الصوت، والطائرة تعمل بالطاقة النفاثة الاستراتيجية، وتم تصميم هذه الطائرة لاستخدامها في الدعم أثناء الحروب، وتم استخدامها من قبل القوات الجوية الأمريكية، وذلك لقدرتها على حمل ما يصل إلى 70 رطل و 32 ألف كيلوغرام من الأسلحة. ولديها مجموعة قتالية نموذجية، كما يمكنها أن تصل إلى أكثر من 8800 ميل دون التزود بالوقود. وتطور تصميم هذه الطائرة إلى جناحين مستقيمين مدعومة بست محركات دفع توربيني وثمانية محركات نفاثة وجناحين أكثر قوة وثباتا. وتصل الطائرة إلى سرعة تبلغ 800 كيلومتر في الساعة، والطائرة مزودة في تصميمها لتحمل أسلحة نووية لاستخدامها في الحرب الباردة للردع. طائرة بوينغ 747/400 وهي من الطائرات السريعة والنفاثة، وتتميز بجسم كبير وضخم. وتم تجهيز الطائرة بالعديد من التغييرات التكنولوجية والهيكلية لقوة أكثر كفاءة، فالطائرة بها محركات أكثر اقتصادا وخزان وقود في المثبت الأفقي، ويمكن أن تحمل الطائرة 660 راكبا. وتصل سرعة الطائرة إلى 988 كيلومتر، وتتميز أيضا بنظام الطيار الآلي. ويأتي التصميم الداخلي للطائرة ليتميز بجدران جانبية جديدة ونوافذ زجاجية فينولية وألواح مركبة من الكربون وصناديق أمتعة أكبر، ويمكن للطائرة الاتصال بالركاب عن طريق الهاتف، وبها غرفة نوم للطاقم وراء قمرة القيادة لاستخدامها من قبل الطاقم. طائرة AN-124 أناتونوف وهي طائرة تتميز بقوتها وسرعتها وضخامة حجمها ووزنها الثقيل، والطائرة مخصصة لنقل البضائع العسكرية والعامة، واستخدمت أيضا في نقل جرارات القطارات واليخوت والعديد من الشاحنات الضخمة الأخرى. وتصل سرعتها إلى 865 كيلومتر في الساعة، والطائرة قادرة على السفر لمدة 7500 ساعة طيران، وبالإمكان زيادتها، وقادرة على حمل 150 طن من البضائع بجانب 88 راكبا. والطائرة بها أكثر من مقصورة شحن بسبب ضيق الضغط في المقصورة الشحن الرئيسية. والطائرة تتميز بالتصميم الأول العسكري للطائرة، وأصبحت الطائرة مخصصة لشحن الأدوات العسكرية في شتى أنحاء العالم. وقامت ألمانيا برفع كفاءة الطائرة حتى تصل لمستوى يمكنها من الحصول على رخصة الناتو كطائرة شحن استراتيجية، كما أنها خدمت لدى سلاح الجو الألماني. والطائرة لديها 124 محركا نفاثا من نوع جنرال إلكتريك GE90. طائرة بوينغ 300/777 وهي من أكبر الطائرات النفاثة طويلة المدى، وتعمل بمحركين، وتمتاز بأدائها ومداها وقوتها وسعة حجمها. وتتسم الطائرة بالأداء الاستثنائي وتوفير راحة قصوى للمسافرين، وتستطيع حمل ما بين 283 إلى 368 راكبا، وتستطيع الطيران إلى ما بين 5235 و 9380 ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 945 كيلومتر في الساعة. واعتمدت الطائرة في تصميمها على مواد مركبة على أسطح الأجنحة، وذلك لتخفيض وزن الطائرة، وتم أيضا استخدام الألمنيوم المتطور.
هذه المواد اللافلزية مستخدمة في بناء ما يقارب 10% من جسم الطائرة، وتم تصميم الأجنحة لتقدم سرعة طيران مثالي يبلغ 0.84 ماخ. أما زاوية انفراج الجناح إلى الأعلى فهي عالية، وتتميز عند الهبوط بحجم إطاراتها المثالي التي هي الأفضل في تاريخ طائرات الركاب التجارية النفاثة، وبها وحدتان أساسيتان خلفيتان ووحدة أمامية، وبهما 6 عجلات. أما الوحدة الأمامية فلها عجلتان مترادفتان بالإضافة إلى 8 عجلات أخرى لمساعدتها. طائرة بوينغ 787، وهي طائرة طويلة المدى مصممة بهيكل قوي، يمكن أن تصل سرعتها إلى 652 ميلا في الساعة، وتتراوح سعتها ما يعادل 210 إلى 330 راكبا، وتم تصميمها بتكنولوجيا فائقة التطور. تحتوي الطائرة على محركات تم تزويدها بأحدث التقنيات، وقوة محركاتها تسمح لها بأن تقطع مسافات بعيدة المدى ما بين 14,000 إلى 15,000 كيلومتر في الساعة. تم تزويد الطائرة بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت اللازمة على متنها، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة السمعية والبصرية. طائرة غلف ستريم G560، طائرة ذات محركين، وتعتبر من طائرات رجال الأعمال، وتبلغ سرعتها القصوى إلى 610 ميلا في الساعة، وهي من أطول وأعرض الطائرات في العالم، ويمكن أن تصل إلى ارتفاع قدره 41 ألف قدم في 22 دقيقة، ويبلغ مداها أكثر من 8,000 ميل. وتقدر سرعة الطائرة القصوى ب 0.925 ماخ، أي قرب سرعة الصوت بفضل تزويدها بمحركين، وبها كاميرا أسفل مقدمة الطائرة تساعد الطيارين على رؤية ما يوجد بأسفلها، وهناك شاشة عرض اصطناعية تتيح العرض الأولي لخلق رؤية رقمية لكل ما يحيط بالطائرة لاستخدامها في الظروف التي تقل بها الرؤية، كما أن مقاعد الطيارين مغطاة بأفخم أنواع جلود الأغنام، وهي ليست مريحة فحسب، بل إنها تستوعب 8 ركاب و4 من طاقم القيادة، وهناك جزء منفصل من شأنه أن يمنح الركاب أجواء من الخصوصية والراحة. طائرة توبوليف 2-144، هي طائرة نفاثة ذات 3 محركات متوسطة المدى، وتصنف ضمن أفضل الطائرات، وتصل سرعتها إلى 975 كيلومتر في الساعة، وهي من طراز توبوليف 154، تعد أسرع الطائرات، ويبلغ مداها 5280 كيلومتر. والمواصفات الأساسية للطائرة هي أنه يصل طول الطائرة دون مأخذ الهواء 64,045 مترا، وعرض الجناح إلى 28.8 مترا، وارتفاع الطائرة إلى 12.5 مترا، ومساحة الجناح إلى 506.35 متر مربع، والوزن الأقصى عند الإقلاع هو 207,000 كيلوغرام. الطائرة المخصصة ل 150 راكبا، وتبلغ حمولتها 7 أطنان أو 6,200 كيلو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.